حدث زوينه بزاف، اكسبيريونس زوينه بزاف. تعطلت عليكم شويه ولكن تعطلت على كما تيقولوا على المفيد. الحمد لله الاصداء ديال دو فويس كانت مزيان، و احسن حاجه هو انني الحب اللي شفته من الجمهور المغربي اول حاجه، لانه في الحلقه الاخيره كانوا سولوني قالوا لي شكون الجمهور اللي دعمك بزاف، قلت لهم ما عرفتش، قالوا لي النسبه 70% من المغرب. فرحتني بزاف لانه المغاربه كانوا مورا ظهري، وجيت وجايب جديد قريب ان شاء الله. سجلنا اغنيه جديده كملناها، بقينا غير نصوروا، غتنزل على ما قريب ان شاء الله. لا حاجه جديده. ما بغيتش نحرق لكم الاغنيه، ولكن حاجه جديده في واحد ستيل ما سبقليش غنيته قبل كاع. الوجهيات ما كنظنش، لا ما كاينش الوجهيات، قد ما انه هو برنامج في الاول وفي الاخر كيكون ضروري كيكون واحد اللي غادي يربح، واللي فيناليست بربعه اللي بقاو كنشوف بانهم هما كاملين كلهم يستحقوا دو فويس مادام وصلوا للمرحله النهائيه انهم يستاهلوا يكونوا دو فويس. وفنانين ونتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى لهم مسيره كبيره ويتوجوا هاد التجربه ديال دو فويس، لانها ماشي سهله، حيت فيها شويه ديال التكرفيس، فيها شويه ديال ما كاينش النعاس، التصوير اللي واحد في واحد الظروف اللي صعيبه. كنتمنى لهم التوفيق زعما باش توج لهم هذه المرحله هذه، ما تضيعش لهم هكذاك ويستغلوها. باش نكون معك صريح، كاين فرق من ناحيه الكميه ديال المشاهدين. ملي كتقول دو فويس كتقول ماشي غير العالم العربي، كتقول العالم كامل، لان العالم كامل فيه الجاليه العربيه. فكنشوف انه زعما هاد البرامج هادو ما كرهناش يكونوا عندنا حنا في المغرب برامج اللي يكونوا في المستوى ديال هادو، وعلاش لا اللي يكونوا احسن منهم، لاننا عندنا كل شيء، عندنا المواهب، عندنا زعما كاع الحوايج اللي نحتاجوهم باش يكون عندنا برامج ناجحه بحال هادو. سميره انسانه طيبه بزاف وفنانه كبيره، التعامل ديالها انا صادقتي بها قبل ما نمشي لدو فويس، وانسانه اللي كتدعم الفنانين وكتقدم يد المساعده. لا ما كانش عارفه طبيعه الحال غدير ردات الفعل اللي دارتها، لانه كتعرف الصوت ديالي، وزعما كما تنقولوا حنا المغربيين ما دوزناش قليل. ماشي غير ضوان الاسمر اللي كان في دو فويس فنان، كانوا بزاف ديال الفنانات تماك اللي في دو فويس اللي خرجوا من المراحل الاولى اللي عندهم اغاني واصلين 40 50 مليون. يعني هذا برنامج كبير، برنامج منصه اعلاميه عربيه او عالميه كبيره اللي كتقصر المسافة على أي واحد. وأنا الهدف ديالي باش نشارك في دو فويس كان الهدف ديالي هو أنني ننتشر عربيا، والحمد لله كنظن أنني توفقت في هذاك الشيء اللي كنت مشيت له لدو فويس بزاف. ودابا أنا جي سيني ان كونترا مع بلاتينيوم ريكورد، شركة كبيرة، ونتمنى أنني نتوفق معهم ونوصل لهذاك الشيء اللي كنت راسمه في بالي قبل ما نمشي لدو فويس.